الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآية 100 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الآية 100 من سورة المائدة. قل لا يستوي، نأخذ الألفاظ، قل لا يستوي الخبيث والطيب. يستوي، احنا سبق في لما بحثنا ثم استوى على العرش بينا انه الاستواء له معاني كثيرة، ولكن كلها تدور حول كمال حال. نذكركم إذن كمال حال. فمثلا الخط المستقيم هو بيكون كمال استقامة، ولما بتستوي الطبخة كمال نضج، ولما بلغ أشده واستوى كمال نضج، استوى على سوقه كمال نضج. طب وإذا مثلا جلس الإنسان واستوى، إيش يعني استوى؟ يعني كمال تمكن وكمال استقرار. إذن استوى ليس فيها من معانيها لا الجلوس ولا أي شيء من هذا الذي يقولون، ولكن كمال حال، كمال حال. طب لما بيستوي هذا مع هذا كمال تماثل، كمال تماثل في المعادلة مثلا، أو بسميها بعض الناس تسمية ثانية، تجد اللي على اليمين إيش معناته يساوي اللي على اليسار في المعادلة الرياضية، يعني كمال، كمال تماثل بدون فروق. طيب قل، وأيضا على فكرة هون جيد في قضية الاستواء وسواء وسواء عليهم إلى آخره، جيد أنه لما نقول السي، السي هو المثيل، وسيان شو يعني؟ متماثلان، مش مستخدمها أحيانا؟ سيان. طيب ولا سيامة، لا سيامة يعني لا مثيل ما، كيف لما أقول نجح كل طلاب الصف لا سيامة فلان، يعني هذا لا مثيل له في الصف كله، مش هيك؟ لا سيامة فلان معناته بالذات فلان، ايش معنى طب فلان؟ لانه هذا متفوق، هذا لا مثيل مثله، لا سي، لا سي ما، السي المثيل، سيان، لا سي ما. تمام. طيب الان لا يستوي الخبيث والطيب، ويبدو انه المقصود هنا ما فيش أي نوع من التماثل، لأنه أحيانا قد يأتي التساوي، قد يأتي التساوي من خلال أنه الخبيث كان معه شيء ثاني بيجعله يساوي الطيب، يعني شيء إضافي. فكأنه لما نقول قل لا يستوي، بأي وجه من وجوه الاستواء، بأي وجه من وجوه الاستواء ما فيش مجال انه الخبيث يستوي مع الطيب، حتى لو كان هذا الخبيث
في امور اضيفت له تخفف من خبثه، تمام، بحيث يستوي، ولا ما فيش اي وجه من وجوه التساوي. قل اذا، هذه على فكره قانون، هذا قانون من قوانين الحياه. قل لا يستوي الخبيث والطيب. طيب نشوف الخبيث. الخبث طبعا يكون مثلا في الاقوال، يكون في الافعال، يكون في العقائد، يكون في الاشخاص، يكون في الحياه، يكون في المآلات، تمام. الخبث رجل خبيث مثلا، مرض خبيث، قول خبيث، فعل خبيث، اعتقاد خبيث. معناته ايش الخبث؟ الخبث على المستوى الحسي، خلينا ناخذ المستوى الحسي، على المستوى الحسي الاشياء المحسوسه هي بتكون الخبيثه، بتكون مستقذره والنفس تنفر منها، مستقذره والنفس تكرهها وتنفر منها. اني نفس؟ ايوه، النفس اللي على الفطره السويه، النفس اللي ما انحرفت فطرتها، النفس اللي ما انحرفت فطرتها وهي على الفطرة السوية، ماشي، تستقذر في المحسوسات، في أشياء تستقذرها وتكرهها، وأشياء تكون بالنسبة لنا رديئة ونكرهها، منحبهاش. شو نصف هذه الأشياء إذا كان فطرتنا سليمة؟ منقول هي إيش؟ خبيثة. والخبث كما قلنا ممكن في الأقوال، معناته ما يشعر الناس انه هذا في الاقوال رديء مستقذر تنفر منه النفس، اذا هو قول خبيث. طب ما هو ممكن تحبه نفوس ثانية، ما احنا قلنا يفترض انه ايش؟ تكون النفس على فطرتها السوية. لذلك اذا انحرفت الفطرة احيانا، على فكرة اذا انحرفت الفطرة، وهذا ثابت في علم النفس، إذا انحرفت الفطرة أحيانا تستلذ بالخبائث وتميل إلها وبتحبها. ولا كيف مثلا في حالة الشذوذ الجنسي مثلا، كيف يعني رجل يميل لرجل؟ كيف أنت ما لا تستوعب، أنت لا تستوعب ولا تتصور وتستقبحه، وهو أمر مستقذر والنفس لا تطيق، وحتى لا تستوعب أنه ممكن في ناس بهذا الشكل. ايش؟ لانك انت على الفطرة السوية كما خلق الله، تمام، على الفطرة السوية. طب ما هو ممكن تنعكس النفس، تنعكس على فكرة، وصير عندها ما يسمى بالانعكاس النفسي، يسمى انعكاس، نتيجة سلوكيات معينة ومسلك خلال فترة من الزمن، خلال مسلك بصير انعكاس نفسي. اذا مش هذا هو الاساس، مش هذه هي الفطرة السوية. إذن ممكن أن تدنس الفكرة السوية طبعا. ولا منين بيجي إنه بعض الناس يكون خبيث؟ والخبث على فكرة ممكن يكون في النوايا كمان، مش بس في مش الشخص هو خبيث، نوايا خبيثة، وممكن كمان نفسه من كثرة جرائمه وانحرافه يصير انعكاس ويستلذ بالجرائم مثلا، مش يستلذ إنه يشوف فساد، يستلذ انه يشوف مثلا الناس في حالة فوضى، او يستلذ انه يعني حتى ما برق لفقير، ولا بتعاطف مع مظلوم. النفس خبيثة، خبث. اذا الخبث عرفناه، اذا والخبث بحسب ايش يعني؟ بحسب نتكلم عن نوايا، نتكلم مثلا عن خبث الحديد. ايش خبث الحديد؟ ما هو الحديد لما كانوا يستخرجوه مع الشوائب ويعرضوا للنار من أجل استخلاص الحديد، الباقي شو كانوا يقولوا عنه؟ خبث الحديد، الشوائب. أنت بدك حديث صافي، فما زاد عنه هذا بالنار زاد، بيقولوا خبثه. ولكل شيء خبث، يزيد عنه. إذن الخبث يشوب، وإذا شاب الخبث أحيانا يؤثر كما قلنا، يؤثر. طيب الآن قل لا يستوي الخبيث والطيب. طب ايش الطيب؟
برضو الطيب بحسب. في احيانا كلام طيب، في نوايا طيبة، في حياة طيبة، في طعام طيب، لاحظوا، في قول طيب، في اعتقاد طيب، فلنحيينه حياة طيبة. الطيبون للطيبات، في أشخاص. معناته صارت القضية، إذا كان هناك استكثار ونفور، لما تكون الفطرة سليمة والشعور بالرداءة وعدم محبة الشيء والنفور منه، مش بس عدم محبته، هناك سميناه خبيث. طب الطيب معناته على فكرة هو مش بس النفس تميل إله، إذا هي بتميل إله وبتطلبه، الطيبها بتميل إله وبتطلبه، وهو مستحب، وهو خالي من الأمور الموجودة في الخبث، يعني خالي من القذارة، خالي من الرداءة، مش بس هيك، ومفيد ومحبب، والنفس الفطرة المفطورة فطرة سليمة تقبل عليه، تقبل عليه. طيب الآن بنوضح أكثر قبل ما نخوض في موضوع من خلال الآيات. خلينا نأخذ آية مش يخطئ الناس في فهمها، بل إنه كثير من أهل التفسير بتبنوا قول، هذا القول ممكن، كثير مش كلهم، هذا القول ممكن يكون يشكل إشكال في فهم الناس. قول الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. في من بعض أهل التفسير، مع أنه الآية ما فيهاش، يعني الآية بتقولش بالمرة، لما أنا أقول الطاعات وأقول السيئات وأقول الحسنات، يعني لازم تكون الحسنات نسوان، الحسنات نسوان يعني، والطاعات نسوان، مش هيك؟ والسيئات كمان، والمستحبات والخبيثات. إذا ضروري يكونوا بشر الخبيثات، إذا معناته زي الطاعات، مش هيك؟ زي الطاعات، زي المستحبات إلى آخره، زي السيئات. إذا هون نبعد عن ذهننا الحقيقة، لأنه هذا بوجد إشكال أصلا، وهو موجد إشكال عند بعض الناس لما بيقرأوا في بعض كتب التفسير إنه المقصود نسوان. ليش؟ هو في قانون الله، ما هذا قانون، هذا قانون مبين، صيغة قانون عام، هذا الخبيثات للخبيثين والخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لو كان قانون يتعلق بالأزواج، الأزواج، طب ياما ممكن نجد أمثلة يكون رجل طيب متزوج امرأة خبيثة، ممكن امرأة طيبة، ياما شفنا نسوان طيبات بيشتكين من أزواج خبيثين. شو يعني؟ كيف بده يصير هذا الكلام؟ وإنما طيب يا عمرو. الآن قلنا الخبث، قبل ما إذا نبين في هذه الآية، نأخذ بعض الآيات توضح أكثر قضية الطيب. لاحظوا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، في إيش المثل؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة. هاي لاحظ، في عالم المعنى الكلمة الطيبة، وفي عندي شجرة في عالم المحسوس طيبة، هاي في كلمة طيبة وفي شجرة طيبة، أصلها ثابت، هذه الطيبة على فكرة، لاحظوا الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب نشوف، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أي ضرب مثلا مشان يقرب لك. إذن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، طب هاي مثل الكلمة الطيبة، كشجرة طيبة، ما في شجر خبيث، الكويت بيجي في شجر خبيث، تمام، بس لاحظوا الكلمة الطيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت، شوف الآن أصلها ثابت،
يعني هي متجذرة وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. إذن هي بتطرح ثمار، ثمار طيبة، ثمار طيبة كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، هاي الآن خبيثة، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني غير متجذرة. ولذلك اللي بتجذر في حياة البشر، اللي بتجذر في حياة البشر على فكرة ويستمر ويطرح ثماره الطيبة هو الكلمة الطيبة، وعلى رأس الدين الحق. هذا الدين الحق لاحظوا متجذر لا مجال لاجتثاثه. لاحظوا ها الدين الحق، ما هو هذا مثال الآن كيف الشجرة المتجذرة. لذلك الإسلام ودعوة الإسلام كلمة طيبة متجذرة لا مجال لاجتثاثها. انسوا انسوا كل المحاولات والالتفاف من هنا وهنا والكذب والدعايات وغيره والقوة وغير القوة اللي بتستخدم في محاولة محاصرة الإسلام. لا، الإسلام متجذر، ومش بس هيك، وفرعها في السماء. شوفها ما هي أيضا مهيمنة، تمام، تؤتي أكلها كل حين، كل يوم بتفرخ خير وكل يوم بتطرح ثمار. ما بتلاحظوا كل يوم الإسلام إيش؟ في المقابل كل ما بتشوفوه من إلحاد وعلمانيات وأفكار ضالة وفلسفات منحرفة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، إلها بالكم هذه الشجرة الخبيثة إلها جذور، هي على فكرة إشي سطحي، حتى لما بتشوفها عالية جذور ما في، ما لها جذور. لذلك أي عاصفة بتأخذها، أي عاصفة بتأخذها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما هو هذا هو على فكرة، هو بالدرجة الأولى كلمة الحق وكلمة الباطل، حتى تعرفوا الأمور هيك. الله سبحانه وتعالى خالق، هيك الفطرة، ولكن الله يختبر الناس بعضهم ببعض ويبتلي الناس بعضهم ببعض. ولكن في النهاية الكلمة الطيبة متجذرة لا مجال لاجتثاثها، وكل يوم تؤتي أكلها كل حين، كل يوم. ولذلك بتفاجئوا أعداء الله، ايش معنى يعني كلمة الحق بتنتشر قد ما بيحاولوا يحاصروا ويجتثوا وإلى آخره، ويستخدموا كل طاقاتهم والتآمر ليل نهار، مكر الليل والنهار. ومع ذلك كيف انت الناس بتؤمن؟ ارجع للناس قبل 50-60 سنة وشوف كيف كانوا، واليوم وين كانوا. وهذا اللي بيستفزك فكرة أهل الباطل، وما عادوش يؤمنوا حتى بحريات كلمة ولا غيرها، عارفين مهزومين. وبتفاجئوا من انه كل يوم هذه الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طيب هذا الآن معناته صرنا شوية معناته طيب وخبيث. فالخبيث على فكرة ما له من قرار، وإذا بده يطرح ثمار بيطرح ثمار خبيثة. هذه الثمار الخبيثة لا يطول عمرها، هذه الخبيثة لا. شوفوا الشيوعية قديش عمرت، يعني 70 سنة الشيوعية لما سيطرت في الاتحاد السوفيتي مثلا من 1917 ل 1990، قديش يعني بدك تحسب هجري ولا ميلادي، مش قضية مش هيك. هذا في عمر الأمم إيش يعني، في عمر الأمم وين الفلسفة الماركسية؟ وين الدولة اللي قامت على أساس هذه الفلسفة؟ وين؟ ونفس الشيء على فكرة الرأسمالية، هي زي ما قلنا الرأسمالية لولا إنها قاعدة بتغير جلدها وبتستدرك في محاولة إنها تطول عمرها، ولا هي من زمان كان راحت زي الشيوعية، تستدرك حتى على قواعدها. هي أكيد يا ما تغيرت الرأسمالية وانقضت على أسسها، بس الماركسية لأنها كان في نوع من الصلابة في التمسك بالأسس، لا تكون صلبا فتكسر زي ما قلنا. الرأسمالية يعني استثنت على القواعد في محاولة البقاء ولا تزال، ولكن تعاني تعاني، تمام. الآن صار كلمة معناته في عندي كلمة
طيب بعدين على فكرة شو ايش الآية اللي بعد الآية اللي قريتها في الكلمة؟ لاحظوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، حتى لا تظنوا انه في الآخرة كمان، وحتى لا تظنوا، ومش بس في الدنيا وفي البرزخ اللي هو من الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في المقابل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهمتوا كمان مرة؟ طبقوا على الواقع ولكنكم تستعجلون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظالمين على فكرة يضلهم الخالق، إذن هو يتدخل على فكرة، وقال مش قال لا يهدي الظالمين، لا بتدخل. ليش؟ بضلهم مشان لما يمشوا في الطريق يتفاجئوا في النهاية شو مآلاتهم كانت، يضلهم فبظنوا انهم بفلحوا، وانه هذا هو الطريق اللي ماشي، وهذا الطريق اللي ممكن يحفظنا، وهذا الطريق اللي ممكن يطيل عمرنا، وهذا الطريق اللي ممكن يخلينا نفوز بهالطريق. هاي بتصوروا هيك وهم مش مدركين انه مالك السماوات والارض ومالك كل مخلوق يضلهم مشان يوصلوا حتفهم. في المقابل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب الآن نرجع للخبيثات والخبيثين. نسوان قال، زوجات قال، مين قال؟ يعني ثبت عن الرسول انه المقصود الزوجات. الآية الكريمة الخبيثات للخبيثين، طب نشوف كيف، نشوف كيف الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، بعدين بنشوف كيف الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. بعد ما عرفنا ايش الخبث وايش الخبيث وايش الطيب، بعض الناس، وليس مش بالضرورة يكون هذا هو الكلام الصحيح، بعض الناس قال المآلات الخبيثة لأهل الخبث والمآلات الطيبة للطيبين، خلاص يعني حلوها بهالطريقة. هاي المآلات، ما هي في مآلات للطرفين. مثلا النار خبيثة، هي مآل مين؟ الخبيثين. والجنة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، مآلات مين؟ الطيبين، والطيبين للجنة كمان، هي إلهم وهم إلها، والنار للخبيثين، هي إلهم وهم إلها. مش الله قال إنه أهل الكفر للنار كمان؟ للنار، وأول ما بتشوفهم على فكرة بتبدأ إيش؟ ها إذا رأتهم من مكان بعيد، بتحبهم، هي بتحبهم، هم إلها وهي إلهم. هاي مثلا وجه. وليش نروح للنسوان؟ ولكن نقول لاحظوا اليوم مثلا نأتي الكلمة الخبيثة، مثلا في مثلا في فلسفات وفي ترويجات وفي إعلام خبيث، في إعلام خبيث، في فلسفات خبيثة، في ناس بكتبوا أفكار خبيثة. أنت بتجد الخبيث، الخبيث من أول ما يسمع هذا الإعلام أو يقرأ هذا الكتاب بتجدوه إيش؟ الطيب إيش؟ كأنه في عند الطيب إشي بصد. الطيب لما بسمع الكلام الخبيث على طول في داخله إشي إيش؟ برفض، برفض، ما بيدخلش، ما بيدخلش، ما بتشربش. الطيب ما بتشربش الكلام الخبيث ولا الفلسفات الخبيثة يعني ولا الإعلام الخبيث. من أول ما يسمع بينفر، من أول ما يسمع بيدرك في عنده حائط صد. شو هو؟ لاحظوا حائط صد. إنما هي هذه الكلمة لما تلقى وين؟ وين بتوجد موقعها؟ الكلمة الخبيثة والفلسفة الخبيثة والمذاهب الخبيثة، وين وين بتجد؟ بتجد موقع. وانت لاحظوا في الحياة، إذا شفتوا إنسان كثير ما يتشرب الشكوك ويتشرب الضلالات ويأخذ الأقوال المنحرفين، معناته هذا منحرف، مش مخدوع،
مش مخدوع، لا عنده خلل. فالخبيثات، وخذوا الخبيثات في كل فالخبيثات للخبيثين. طب هم لما بتشربوها، دققوا معي الآن كيف بيصيروا إلها الآن، لما بتشربوها هم بيحبوها، لما بتشربوها بيصيروا دعاتها، بيصيروا المسوقين، بيصيروا فنانين في بذل الجهد ووضع الخطط لترويجها، فبصيروا إلها. فالكلمة الخبيثة والشيء الخبيث إلها موقعها. الخبيثات للخبيثين، هاي وين بتروح وبتوصل وبتشربها؟ الخبيث. وفي المقابل الخبيث إيش بكون؟ بعد ما يأخذها بينبسط فيها وبيبدأ يشيع فيها، يعني بيسمع مثلا شبهة، بتلاقي إيش؟ وانت بتشوفوهم منهم على الانترنت هذول الخبيثين مثلا، ما بتلاقي بيدور على الشبهات وبصير يوزع، يعني بصير هو إلها، بينمشي الليل إلا هو يوزع فيها، وبيحكيها لمراته وبيحكيها لابنه، بيضل جارهم وإلى آخره، بصير هو جهده كمان إلها. فالخبيثات للخبيثين. وإيش الخبيثات؟ في كل أنواع الخبث، ما احنا قلنا الخبث حسب، حسب في الأقوال، في العقائد، في الفلسفات، حتى في الأشياء الحسية، حتى في الأشياء الحسية بصير مرات انعكاس نفسي، إشي عجيب. تقول أنت معقول في بشر بهذه الطريقة؟ وأنا سبق بقى قبل سنين طويلة في المسجد الجديد تحدثنا في موضوع الانعكاس النفسي عند الناس اللي بصير عندهم انحرافات جنسية. قبل شوي قلت الشذوذ مثلا، الشذوذ هو مش بس لحظة، مش بس بصير يستوعب، وهو بصير شاذ، وبصير يطلعوا في الغرب مظاهرات في الدعوة إلى الشذوذ، وبطلبوا أنه يكون في تقنين، وأنه كمان حتى إلى درجة أنه بعضهم وصل إلى مراكز بدهم يحاولوا يفرضوا على الأمم، أي أمة تحتقر الشاذ يجب معاقبتها، وتحت البند السابع كمان يعني عسكريا كمان. هيك طرح فكرة في مؤتمر بكين مرة لولا وقفوا ناس وإلى آخره، بدهم هيك، بدهم إيش؟ إنما إذن الخبيثات اللي بكل أنواعها للخبيثين، لأنه أصلا لو تلقى على مسام مثلا الكلمات، إذا كلمات خبيثة على مسامع الطيبين ولا كأنها أجت، بتقبلهاش. مين اللي يتقبلها؟ اللي هي إله، يعني إله وبصير هو إلها. إذن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، بصير هو إلها، بصير هو الداعية، هو المسوق، هو اللي معني ينشر. والطيبون للطيبات، لذلك الكلمة الطيبة على طول بتلقفها إله، هاي إله. الخبيث بيعجبوش الكلمة الطيبة، بنقول له ما هي مش إلك، ما هو أصلا الخبيث حتى لما بسمع اسم الله في منهم بشمئز، لما بسمع اسم الله بشمئز، تمام. فالكلمة الطيبة مش للخبيث، ولذلك الخبيث ممكن يقول لك شو هالكلام، لا هذا مش إلك أصلا، هذه مش إلك أصلا، وستبقى مش إلك حتى يزول الخبث من نفسك. والطيبات للطيبين، والطيبين شو بكونوا؟ من أجل الكلمة الطيبة. لذلك الدعاء إلى الله هم بيعيشوا من أجل مين؟ من أجل الكلمة الطيبة. فهي لهم وهم لها. إذن فيش داعي نتكلم على قضية أزواج وزوجات، لأنه أصلا الواقع غير هيك. هذا مبين صيغة قانون، هاي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك يعني الطيبين، أولئك مبرعون مما يقولون، أي قول ينسب إلى الطيبين هم بريئين، هم بريئون من هذا الكلام. ولذلك احنا دائما عندنا الناس الطيبين على فكرة لما بنسمع عنهم اي كلام، الاصل انه نستبعده، هيك الاصل، هذه القاعدة في الدين، حسن الظن بالطيب، مجربينه ومنعرفه، جاتنا اخبار مش من السهل نتقبل، والله جاتنا اخبار عن واحد يعني مشهور في البلد بالفسوق وشبيح وتفاصيل، بنصدقها على طول غالبا، الان مش وقت قضية الحكم الان،
ونطبق عقوبة ما نطبقش. بس غالبا الناس ايش اذا بيعرفوا واحد يعني منحرف وشبيح وتفاصيل هاي شبيح ما يعني سمعوا عنه كلام بتلاقوه بتقبلوه بسهولة بقبلوه الاتقياء وغير الاتقياء ولكن لاحظوا ولكن الاتقياء اذا جاهم الناس انسان طيب معروف في اخلاقه في كلامه في حياته بيقول لك لا استنى ما هو معقول هذا مش إله اصلا ولا هو يمكن كذا. اولئك طيبون يعني لانه اخر كلام ذكر ايش والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك الطيبون يعني مبرعون مما يقولون الاقوال التي تنسب اليهم وهم مش خبثاء. فالاصل إذن الاصل البراءه الاصل البراءه السياق له علاقة بالإفك وغيره نعم له علاقة بالإفك واللي هو التهمة يعني كانت وقتها تهمة. إذن نرجع ليش خضنا بهاي لأنه ممكن تفهم غلط الخبيثات والخبيثين. الآن كن لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن هاي في مرجحات تخلي الناس احيانا يلتبس عليها انه هو هذا الخبيث في فكره او في ممارساته مثلا كثير له اتباع له اتباع كثر او هو صاحب اموال كثيرة مثلا خصوصا في ناس يكثر مالهم وهو في الحقيقة من كسب حرام من كسب خبيث وتكثر اموالهم ويا سبحان الله ممكن تجد كمان كل الجو من حوله اولاد ونساء وكذا يعني نساء امرأة وفية أولادته أوفياء أولادته أصحاء كلهم تمام وناجحين في الحياة ويا الله أكبر من كله وكسبه ممكن يغتر الإنسان يقول لك شو هذا ذا كنه ولي من أولياء الله كنه ولي من أولياء الله. شوف هالمرة محترمة قديش مخلصة إله مع أنه مش مخلص. شوف هالولاد قديش وفيين مع أنه عاقل أبوه أصلا. شوف قديش غناء الفاحش هذا اللي جايبه من شيك الى اخير. شوف صحته شوف صحته ويدخل بيته بلغ 90 ولا يزال شاب مش هيك. وشوف هالتقي هذاك اللي ابن 20 ومش قادر يمشي الى اخره. هذا بيخدع ولا بيخدعش الكلام لما يشوف الناس هيك بينخدعوا. كثير الناس بينخدعوا بالكثرة خصوصا كثرة الاتباع والناس والجماهير خصوصا اذا طلعت والجماهير هتفت ايش هذا خلص هذا شهادة هاي فهذا الى اخره. ولو اعجبك اذا هو لا يستوي الخبيث والطيب باي وجه من الوجوه ولو جت مرجحات تجعل كل المرجحات لا ترجح الخبيث ولا تجعله مستوي بالطيب شو ما تكون ولو الكثرة. اذا الكثرة فكرة في حد ذاتها هي في حياة البشر بتعمل عمل يعني تخدع البشر وتجعلهم الكثرة يشهدوا بيشهدوا الإنسان بأنه هو مثلا طيب أو على صلاح أو كنه طريق وطريق خير كنه كذا الأخير بينخدعوا الناس. وهذاك أصلا الفقير اللي كلها مصايب كل يوم الثاني مصيبة بيقول لك أصلا أبصر شو عامل تحت زي ما بيقولوا أبصر شو عامل أبصر شو عامل بصير ولا بصيرش بهالطريقة هاي. ولو أعجبك شو يعني يعجبني شو يعني يعجبني او شو معنات بتعجب مرات بتعجب وبيعجبني هو خصوصا التعجب. على فكرة التعجب اول شيء فيه مرات انت تندهش وتنجذب الى شيء غير مألوف. هو ليش انت اندهشت لانه غير مألوف لما تتعجب من شيء تتعجب من شيء ليش بتتعجب منه؟ لو كان مألوف لو كان مألوف بتتعجب منه انتم بتتعجبوا من انها الشمس كل يوم بتطلع وبتغرب وطول عمركم بتشوفوها. طب ما هذه من اعظم القوانين واشي مدهش على فكرة لما تفكروا فيه ما هي عجب عجب هذا القانون. بس البشر اذا بتلاحظوا لانها مألوف انه الشمس كل يوم بتطلع وبتغيب تطلع وبتغيب وبدقة كمان وإذا كان عندك التوقيت هذا السنوي بالدقة هاي إيش هذا طب هذه أعجب العجائب. ما ذلك الناس ما بتعجبوا من هالكلام. طب ما هو لو بدك تدرس الإنسان وما فيه من عجب الإنسان
كيف مكون الإنسان. ولما بتكلموا لك حتى عن خلية الإنسان اللي فيكم مليارات الخلايا، لما يقولوا لك في الخلية الواحدة قديش هي تعقيدها، إيه شيء لا يتصور عقل بشري. طب ما هو لا، لكن الشيء مألوف، خلاص مألوف مألوف. فهو الناس بتعجبوا غالبا من إيش؟ من الشيء اللي بالنسبة لهم غير مألوف، على خلاف الجاري في الحياة وعلى خلاف المألوفات، فبيستغربوا وبيشدوا، بيستغربوا بيشدوا. وممكن تجدهم مرات بيحبوا الشيء هذا، يعني بتابعوه، قصدي بتابعوه، بتعجبوا. طب والإعجاب معناته إن معناته طالما أعجب، شو معنات الكلام؟ معناته انشد. طالما أعجب معناته انشد، معناته مدرك إنه هذا الشيء على خلاف ما هو جاري، فاستحق إنه ينشد إله، فأعجب فيه، أعجب فيه. زي مثلا نفرض إنسان مثلا أعجب بفتاة، طبعا الفتيات كثيرات، إيش معنى يعني أعجب بها؟ يعني ما هن كثار البنات بالملايين والمليارات، إيش معنى هاي؟ انشد إلها، رآها على خلاف ما هو مألوف، مألوف مألوف بالنسبة له، هذا على خلاف المألوف. بجوز مش شايف هو يعني، المهم بالنسبة له هيك شايف. ولذلك مرات تلاقي الإنبيات، أنا عارف هالولد راح جاب لي هاي، شو معجبه فيها، وكن قرايبه، كن قرايبه لما أجوا برضو يباركوا، أنا عارف شو معجبه فيها، أنا عارف. أنت شو علاقتكم أنتو؟ أنت شو علاقتكم؟ هو معجب فيها، أنت شو علاقتك بالنسبة لكم؟ هذه أقل من المألوف، هو بالنسبة له فوق المألوف وانشد إلها. هو مالك أنت؟ إيش عرفك أنت في النفوس؟ إيش عرفك أنت في النفوس؟ كن قالوا لك أمها، أمه شافتها، وأمه خطبتها، أمه هو يشوف شو أمه، أخته تشوف هو يشوف، أخته مرة وأمه مرة، وهو زلمة، وبالتالي لازم هو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ انظر انظر إليها. ومرة جمعت حتى أحاديث النظر هذه بجوز بلغت عشرات الصفحات، يعني مش في دراسة حديثية، مش هذه القضية. فبالتالي لا، هو بيعجب ولا بيعجب، انت مالك انت؟ كيف هو مصنوع؟ شو نفسيته؟ شو شايف في الموضوع؟ بجوز عنده شفافية، هو شايف الروح. إذن لا يستوي، قل لا يستوي الخبيث بأي وجه من الوجوه على فكرة، ولو أجت مرجحات الخبيث، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، ولو أعجبك كثرة الخبيث. لأنه كثير من الناس الكثرة هاي لها دور في إقناعهم مرات، كن قال لك أغلب الناس بيقولوا هيك، وأغلب الناس هيك، وهيك الناس ماشيين، وأصلا هيك الناس بيشوفوا، وأحيانا قالت الجماهير، وممكن الجماهير تكون هي الغلط، لأن العبرة بالدليل. والكثرة، الكثرة هذيك وين بنعتبرها مرجحة فكرة؟ لما نكون ما عندناش دليل. الكثرة بترجح بترجح، الكثرة بترجح بترجح لحظة، لأنه إحنا الأدلة عندنا تساوت، منشوف وين رايح العقل البشري الصالح مثلا، ممكن نقبل هالكلام. يعني في اذا هون القرآن ما اهمل الكثرة اذا بتلاحظوا، بل بالعكس شهد لها بطرف خفي، ما بتلاحظوا انه شهد لها، لانه عم بقول ولو اعجبك كثرة الخبيث، لانه معناته الكثرة ممكن تغطي على الخبث وممكن تبين الامور. تمام؟ فاحنا هون هو في 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 اثبات دينه انه دين صحيح، الحقيقة مش برهان قوي انك تقول عدد المسلمين مليارين. تمام؟ وانا سبق قلت لكم من عدة سنين حسبتهم اكثر من مليارين، وبعدهم بقولوا مليار ونص. المهم اذا تقول لي مليارين مسلمين، هذا مش دليل على صدق الرسالة، يعني تحتجش على الناس بكثرة المسلمين، مع ان الكثرة في حد ذاتها مؤشر. هي هون بقول ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك
كثرة الخبيث. طيب لاحظوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ايش اللب واللباب؟ اللب واللباب واللب، بس خلينا شوي هيك ناخذ اولا من حياتكم اليومية. في الفاكهة مرات إلها ايش؟ لب، هي قلبها بيكون في قلبها. البطيخة على فكرة اكثر الناس انا بشوفهم بيحبوا يأكلوا لب البطيخة. شو يعني لبها؟ جوا هذا اللي في القلب، لانه بكون حلو اكثر، حلاوته اكثر اللب. خلاصة البطيخة موجودة وين حلاوتها؟ في لبها. ايش يعني لبها؟ جوا في قلبها. طيب ومرات بيقولوا لب المسألة، ايش يعني الان لبها؟ لا خلاصتها الصافية، لاحظوا خلاصتها الصافية، خلاصتها المعبرة عن حقيقتها ومضمونها، المعبرة عن حقيقتها ومضمونها. من لب المسألة. طيب وينت العقل؟ وينت صاحب العقل بصير صاحب لب؟ وينت صاحب العقل بصير صاحب لب؟ لاحظوا، إذن اللب فيه أول شيء زي ما قال بعض فيه اختيار وانتقاء. أنا لما بدي أختار وأنتقي إيش؟ بنتقي الأجود. إذن طالما هو بتم انتقاءه واختياره، إذن معناته هو إيش؟ الأجود. ثم فيه معنى الخلوص، يعني خالص من. تمام؟ تمام؟ طيب ممتاز. الآن العقل وين تصبح لب؟ لما العقل بيكون خلص من الشوائب. ولذلك في الشيء لاحظوا، ما ممكن يكون اي كافر او منحرف صاحب لب، بس عنده عقل بس بيكونش صاحب لب. ليش؟ النفس البشرية، النفس البشرية ما تؤثر في على العقل. فالعقل يخالطه على فكرة شهوات، العقل تخالطه العواطف ومرات تسيطر عليه العواطف، كيف تربى، عادات وتقاليد، انحرافات الى سيئة، لاحظ جرائم، ظلم، كذا. العقل على فكرة بيختلط. هذا ممكن ما ممكن يكون لب، ما هوش خلاصة ولا هو نقاء، له خلاصة ولا هو نقاء. طيب لاحظوا، لما بيبدأ الإنسان على فكرة يزكي نفسه، يزكيها ومن ضمن تزكيتها العلم كمان، تمام، يزكي يصبح صاحب لب، يعني صاحب عقل لا تشوب شوائب، لا تشوب شوائب. ليش؟ من وين بتيجي الشوائب؟ ما احنا قلنا تيجي الشوائب من العواطف، مرات تيجي الشوائب من التربية غلط، السلوك غلط، إجرام، ظلم، فساد، مش هيك؟ تشوب. لذلك أنت مرات تتصورش ليش هذا الإنسان نتكلم معه منجيب له كل الأدلة يا سبحان الله ولا مستوعب بإشي. هذا مش صاحب لب. شو يعني؟ في شوائب دخلت وعطلت. إذن فيش شيء اسمه عقل يستطيع يصل الحقيقة بمعنى الكلمة حتى يكون لب. ايش يعني لب؟ منكون خلصناه ونقيناه، في تنقية وفي تخليص من شوائب التي تشوب. ولذلك اياكم تظنوا انه بالعلم وحده يكفي. لذلك المسلمين كانوا يجمعوا بين امرين، علماء الاسلام في التربية كانوا يجمعوا بين امرين، الاول تهذيب النفس وتربيتها التربية السوية، وتهذيب العقل وبناء العقل البناء السليم. اثنين لما يجتمعوا خلاص هي صارت النفس لا تشوش على العقل، صارت النفس لا تشوب العقل، لا تشوب بالشوائب، ما فيش شهوات تطغى، فيش جرائم تشوش،
فيش انحرافات سيطرت، فيش شذوذ إلى آخره. إذن وبالتالي القرآن إذا قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، وكررها طبعا، كررها على فكرة، عم بخاطب فقط هذه الجماعة التي بلغ لحظة التي أصبحت وصلت إلى درجة تكون صاحبة إيش لب. فاتقوا الله يا أولي الألباب ها لعلكم تفلحون. خلينا نشوف هون لعلكم تفلحون، هون في القضية المطروحة. القضية المطروحة حتى تكون صاحب لحظة حتى تكون صاحب مقياس سليم وتستطيع أن تحكم على الأشياء وتستطيع أن تأخذ من الأقوال ما هو طيب أو الفلسفات أو إلى آخره وترد ما هو خبيث وتميز الخبيث من الطيب بسهولة حتى تكون صاحب مقياس صحيح، اتق الله. إذا وإلا ليش مختلط؟ وحتى لا تخدع بالكثرة. ولذلك ما بتشوفوا الناس اليوم مع وضوح ما يحصل في العالم، يحصل في 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 بلاد المسلمين اليوم، والطغاة اللي على العروش، ومع ذلك في ناس قاعدين بتأثروا بالإعلام. ليش؟ إعلام أقصد الطغاة، بتأثروا بإعلام الطغاة وبيوقفوا مع الطغاة وبيدافعوا عن الجرائم وبيدافعوا عن وجود الاستعمار وبأيدوا وجود استعمار يقتل شعوبهم. كيف بيحصل مع هذول الناس؟ معناته هذا الآن معناته في عندك شوائب داخلة على العقل، وبالتالي بتجده ينقاد إلى الكلمات الخبيثة والإعلام الخبيث، وبالتالي هذا معناته نهايته غير شكل. وحتى تكون طب وكيف ممكن يخلص هو؟ كيف ممكن يخلص؟ وكيف ممكن يكون قادر على أنه يميز؟ ولذلك المسلم على فكرة على طول بفهمها، على طول بفهمها من أول ما يرى، من أول ما يسمع يدرك. ما بيحتاجش يعني يحلل كثير في كثير من القضايا، ولا بده معلومات ولا بده تحليل، من خلال منظاره بيفهم، بيفهم تمام. وبالتالي تصوروا اليوم مع وضوح الصورة، وضوح مين المجرم ومين من أصحاب الحق، بتجد ناس عم بيناقشوك بغير هيك. اسألهم وين رايحين انتو، تسمعوا لمين؟ الخبيثات ولا الخبيثين؟ هذا معناته الإعلام عم بدخل عندكم الخبيث، وانتو صرتوا إله، بصيروا دعاء كمان. فبالتالي اياكم. طب كيف بدنا نوصل اذن؟ فاتقوا الله يا اولي الالباب. لا، اذا كنتوا اصحاب لب لا يشوش عليه، ما في شوائب، ومنتقى وخالص، تم الانتقاء والخلوص، انتقينا الصح يعني. فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم عندها بتفلحوا. طب وايش الفلاح؟ ايش الفلاح؟ هو الفلاح اللي بنعرفه حتى يكون نتاجه تمام، شو بيعمل؟ اول شيء يشق الارض، يشق الارض ويعتني بها ويسمد، هذه المقدمة، يشقها ويعتني فيها ويسمد. بعدين شو بيعمل؟ بيغرس. لما بنبت النبات، بنقول افلح الزرع، وبالتالي هو فلاح، افلح. ولما بقطف بنقول فاز، لما بقطف شو بنقول؟ فاز، تمام. فاذا لحظه، وبالتالي سموه فلاح على فكره، بالتالي سموه فلاح. شو معناته؟ فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون، يعني توصلوا الى الفلاح المؤدي الى الفوز، توصلوا الى الفلاح المؤدي الى الفوز، تمام. زي ما هو الفلاح بالضبط، لكن الفلاح شو عمل؟ في الارض؟ ايوه، حرث. ما هو معروف ليش حرث، هو مهندس الزراعي بقول لك ليش بنحرث، ببين لك ليش بنحرث، بعدين بسمد وبقول لك ليش بنسمد، نعتني تمام في الموضوع، تمام، بعدين بنغرس، تمام، بعدين تنبت، خلاص افلح، هيو نبت، كل شيء تمام، افلح. لما بقطف ايش؟ فاز، لانه افلح، ففاز، بالثمر، تمام. فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم
تفلحون. أنا قصدت الحقيقة بمثل هذه الآية اللي هي قانون حتى مرات نفهم البشر. شو قصة البشر أحيانا اللي منشوفهم مش عم بفهمه، مش عم بلاحظ الظلم. لا يمكن أن تجد مؤمن حقيقي صاحب لب يقبل بالظالم أو يدافع عن ظالم، لحظها، أو يدافع عن لص أو يدافع عن طاغية، تمام، أو يدافع عن متسلط على رقاب الشعوب، أو يدافع عن استعمار بغض اللون عن بغض النظر عن لون الاستعمار. كن كل اللي قال أمريكا وروسيا، إيش يفرق يعني؟ إيش يفرق أمريكا ولا روسيا؟ أنت بتقبل الاستعمار بس. ولذلك صرت تشوف العجب، وين الشعارات اللي كانت ترفع؟ وين الشعارات اللي كانوا يخدعوا الناس فيها ويتكلموا عن الاستعمار ويتكلموا قديما عن جريمة مثلا قواعد عسكرية تكون موجودة انه هذه جريمة من الجرائم؟ الان صاروا يبرروا كل شيء، صاروا يبرروا كل شيء. ليش بيصير هيك؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، بخليكم تشوفوا من خلال الواقع. ليش؟ لانكم انتم في مرحلة الفرز. اصبروا شوي، انتم في مرحلة الفرز. برد عيد الآية وسبق قلناها، ما كان الله، تصوروا العبارة، ما كان الله ليذر المؤمنين. اذا الله يتوجه نحو المؤمنين، يتوجه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، يعني مختلط الامور، على ما انتم حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب بعد ما يميز الخبيث، ها، طب كان يا رب ابعث لنا بغيب الوحي، اولا الوحي ختم الوحي، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وانما من خلال التجربه، من خلال التجربه والفرازه مشتغله بصير الفرز. اذا احنا عايشين على فكره ممكن في افضل حالات الامه، في افضل حياة الامة. ليش؟ لانها حالات الفرز اللي فعلا تجعل الامور تتفتح، ينفرز الطيبين، ينفرز الخبيثين، وحتى بعض الخبيثين يدارك مرات مشان يستعيد طيبته الى اخره، وفي النهاية تنحل كل هذه المشاكل. لانه الغالبية العظمى من الناس على فكرة ماشية صح، بتكون الغالبية العظمى ها تدرك، صارت تدرك وتعرف، وان الخبيثين هذول اللي بتأثروا حتى في الاعلام الخبيث وغيره، هذول على فكرة قسم منهم بندم وبرجع الى الحق، وقد يوفق الله سبحانه وتعالى الى الطاعة والتقوى. فاتقوا الله حتى تصير تقدروا تميزوا. يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.